اليوم في إطار احتفالات بالذكرى المسيرة الخضراء دائما نستأنف طبعا مجموعة من التسجيلات ومجموعة من الزيارات. اليوم عام الإقليم المصر يقوم بزيارة لهذا المركز اللي هو حاضنة للابتكار الاقتصادي والاجتماعي للشباب عن طريق الرياضة. وأهم طبعا المرافق التي يحتضنها هذا المركز عندنا ملعب كرة القدم المصغرة وكرة السلة بطبيعة الحال، اللي هو كيزيد الأهمية ديال هذا المركز حاضنة للابتكار، حيث أنه غادي يعمل على التكوينات التقنية للشباب بالإضافة إلى تلك التكوينات البيداغوجية اللي كتتم على مستوى القاعات اللي كيكون فيها مجموعة من التكاوين، كيتلقاو فيها الشباب مجموعة من التكاوين. وفي هذه المناسبة أيضا وتبعا للاحتفال بالأسبوع الدولي للمقاولين الشباب، استمعنا إلى ثلاثة ديال المقاولين اللي قدموا مجموعة من قدموا بطبيعة الحال مشاريع جد هادفة وجد مهمة، اللي بطبيعة الحال سوف يتم طبعا سوف يتم إلحاقهم بمنصة الشباب على مستوى إقليم المواصر طبعا لتدارس ملفاتهم ومنحهم طبعا الدعم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بالتالي كما نعلم أن هذا المشروع يدخل في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة.